السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب اليوم عندنا ان شاء الله محاضره جديده للصف الخامس اعدادي. طلاب محاضره اليوم عندنا قطعه من يريد ان يكون مليونير، او بين قوسين البرنامج المشهور من سيربح المليون. Who wants to be a millionaire؟ من سيربح المليون؟ طلاب هاي وين موجوده القطعه؟ موجوده في ستودنت بوك كتاب الطالب، لسن 5، الدرس الخامس والسادس، بيج صفحة 88 89 89. طلاب هاي القطعة باختصار على شنو تحكي؟ تحكي عن برنامج من سيربح المليون. طلاب طبعا برنامج من سيربح المليون برنامج بريطاني بالأصل، أول سنة عرض فيه عام 1998. هذا البرنامج عبارة عن شنو؟ يجيبون متسابقين، 10 متسابقين، يسوون بيناتهم سؤال سرعة، المتسابق اللي يفوز اسرع واحد هو راح يشارك بالبرنامج بالحلقه الرئيسيه. اوكي، هو من نوع البرامج اللي عباره عن شنو؟ برامج تلفزيونيه خاصه بالالعاب. زين، هذا البرنامج طلاب صار من عنده 70 نسخه ب70 دوله. اوكي طلاب، من ضمنها نسخه عربيه، باكستان، اندونيسيا، تركيا. زين، بكل حلقه طلاب قلنا قد يشاركون 10، والمتسابق الأسرع هو راح يشارك في الحلقة الرئيسية. زين، أكو طلاب إذا واحد وصل مبلغ 1000 دولار أو 32000 دولار ما راح يخسر هنا، يعني هذا الرصيد راح يكون شبي مضمون. طلاب إذا المتسابق ما متأكد من الجواب، عنده راح ينطونا 3 وسائل مساعدة. وسيلة المساعدة الأولى اتصال بصديق، الثاني حذف إجابتين، الثالث شنو؟ سؤال الجمهور. زين، النسخة العربية طلاب من هذا البرنامج بيا سنة بدت؟ بدت سنة 2000. اوكي طلاب، هاي القطعة باختصار. هسا وين نروح؟ نروح ناخذ الأسئلة والأجوبة، يلا بينا. اهلا بكم طلاب. طلاب هسا راح ناخذ مجموعة الأسئلة والأجوبة. نمبر 1، what kind of TV show is who wants to be a millionaire؟ ما هو نوع البرنامج التلفزيوني؟ من سيربح المليون أو من يريد أن يكون مليونير؟ الجواب It's a TV game show، إنه برنامج ألعاب تلفزيوني. Number 2، How many contestants take part in the first round؟ كم عدد المتسابقين الذين يشاركون في الجولة الأولى؟ الجواب contestants take part in the first round، يشترك 10 متسابقين في الجولة الأولى. Number 3، how many possible answers are there to each question؟ كم عدد الأجوبة المحتملة لكل سؤال؟ كم اختيار صح؟ There are 4 possible answers to each question، هناك 4 أجوبة لكل سؤال. واضح طلاب؟ نكمل. نمبر فور، explain this sentence، وضح هذه الجملة. In your own words، من كلماتك الخاصة. Some amounts، بعض المبالغ. Of money، من المال. النقود. Are guaranteed، أصبحت مضمونة. مثل 1000، 32000. شنون؟ These amounts، هذه المبالغ. Of money، من المال. Cannot be lost، لا يمكن أن تفقدها، لا يمكن أن تخسرها. ليش؟ If a contestant wins، إذا المتسابق يربح. Either، أما. 1000 or أو. 32000 يعني 1000 أو 32000. هو أو هي، إذا متسابق هو متسابقة هي، تحتفظ بها حتى إذا يكون الجواب القادم خطأ. He or she keeps it even if the next answer is wrong. Number 5، when can a contestant use a lifeline؟ متى يستطيع المتسابق استعمال وسائل المساعدة؟ الجواب contestants، المتسابقين، كان يمكنهم يوز استخدام a lifeline، وسائل المساعدة،
when they aren't sure of answers, عندما لا يكونون متأكدين من الأجوبة. Number 6, how many countries has this TV program been exported to? كم عدد البلدان التي صدر لها هذا البرنامج التلفزيوني؟ يعني هذا البرنامج بكم دولة صار إلى نسخ؟ الجواب it has been exported to 70 countries. هذا البرنامج صدر إلى 70 دولة. Number 7, where and when was this TV program invented? أين ومتى اخترع هذا البرنامج التلفزيوني؟ شو وقت؟ الجواب it was invented, هو اخترع. when? in Britain, في بريطانيا. بيا سنة؟ in 1998, في عام 1998. Number 8, where was this TV program taken a year later? أين أخذ هذا البرنامج التلفزيوني بعد سنة؟ بعد سنة وين ودوه؟ It was taken, تم أخذه, to the United States, إلى الولايات المتحدة, a year later, في السنة اللاحقة. 9. What is the first around called? ماذا تدعى الجولة الأولى أو الدورة الأولى؟ شو يسمونها؟ It is called, إنها تدعى faster finger first, الأصبع الأسرع أولا, يعني اللي يضغط أول واحد هو هذا الفايز. Number 10, what are the 10 contestants asked to do? ماذا يطلب من المتسابقين العشرة القيام به؟ شو يسوون؟ They asked to put 4 answers in a particular order. هم مطالبين من المتسابقين بوضع 4 أجوبة في ترتيب معين. 11, who is allowed to sit in the chair and play the main game? من يسمح له بالجلوس في الكرسي وأن يلعب اللعبة الرئيسية, يعني برنامج من سيربح المليون؟ من هو هذا؟ The successful contestant, المتسابق الناجح, is allowed, يسمح له, to sit, أن يجلس, and play the main game, وأن يلعب اللعبة الرئيسية. 12, when does a contestant lose all the money he has won? متى المتسابق يمكن أن يفقد كل المال الذي فاز به, يعني ربح؟ الجواب he loses it when he answers أو she answers incorrectly, هو يفقد المال عندما يجيب بشكل خاطئ, يعني جوابه خطأ. 13, what are the 3 lifelines that a contestant can use it? طلاب هذا سؤال مهم. ما هي وسائل المساعدة الثلاثة التي يمكن للمتسابق استعمالها؟ شنو؟ Number 1, he can phone a friend, يستطيع الاتصال بصديق. Ask the audience, وسؤال الجمهور. And ask for 50-50, وحذف إجابتين. 14, 14 طلاب, when was the Arab version of the game first shown? متى كان أول عرض للعبة بالنسخة العربية؟ الجواب it was shown in November 2000, أول حلقة عرضت شوكت في شهر نوفمبر تشرين الثاني بيا سنة؟ سنة 2000. 15, والسؤال الأخير, how many viewers has the last series of British show been watched by? كم عدد المشاهدين الذين شاهدوا السلسلة الأخيرة من العرض البريطاني؟ جل عددهم. It has been watched by 18 million viewers. تمت مشاهدة العرض الأخير من قبل جد 18 مليون مشاهد. طلاب كملنا 15 سؤال وجواب عن من سيربح المليون. طلاب طبعا بعض المدرسين والمدرسات ما يكتبون هالقد أسئلة, أكو 10 أسئلة أوكي. فانت السؤال اللي عندكم محفوظون, ما عندكم لا تحفظون. لهنا نتوقف وإن شاء الله نلتقيكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.